قراءتنا في صحف صادرة اليوم ببلدان أمريكا الجنوبية، نبدأها بلاناسيون التي كتبت أن الأرجنتين ستتلقى اليوم الأربعاء دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا المصنع في الهند، وأشارت إلى أن الدفعة تضم 580 ألف جرعة. وفي البرازيل، أفادت فوليا دي ساو باولو بأن حاكم ولاية باهيا أعلن عن فرض حظر تجول اعتبارا من الجمعة لمواجهة تسارع انتشار فيروس كورونا، وأضافت أن هذا الإجراء سيظل ساريا لمدة أسبوعين بأغلب مناطق الولاية. وإلى يومية للريبوبليكا التي كتبت أن الرئيس البيروفي أعرب عن أسفه العميق بشأن ما بات يعرف بفضيحة اللقاحات، وأضافت أن الحكومة تعمل من أجل استعادة ثقة المواطنين في السلطات بعد أن تأكد أن مسؤولين حكوميين تلقوا جرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل وقت طويل من إتاحته للعامة. ونختتم جولتنا من كولومبيا، حيث كتبت الكولومبيانو أن حزب كومونيس أعرب عن استعداده للانضمام لتحالف الأحزاب والحركات اليسارية الذي تم الإعلان عن تشكيله الأسبوع الماضي.